مثل ما ذكرت حضرتك بعيدين عن الإعلام، لأن اليوم أنت من تحكي البعض يحسبها تسقيط، أو إحنا اليوم نحكي بأمور فنية، يعني ها أنت شفت إحنا خلصنا عمرنا بالرياضة ومثلنا أفضل الأندية. صح. بس أنا مش شفت هسه المقدمة بصراحة، يعني أنا شفتكم بجد. يعني بصراحة تفاجأتوا يعني اليوم فعلا. اليوم صح كابتن صفاء، يعني فرق شعبية، لاعب يلعب الكابتن يحكي ولاعب يطلع بالتيك توك اللي يعتبروه محتوى تافه، البعض يعتبر هذا البرنامج محتوى تافه. نبيل احنا ما نوصل هيك، يعني اليوم انت مو ملك نفسك، اليوم انت من وصلت منتخب ومن مثلت انديه جماهيريه، اليوم انت ملك الجمهور، اليوم كل شيء محسوب عليك. يعني هسه انا جاي استذكر من خلال الصور، عيدوا لنا اياها شباب، او المقدمه بالبدايه على اللاعبين. احنا كنا منتخب وطني غرب او تصفيات كاس عالم بايران، فنفس الفندق احنا ومنتخب ايران علي داي، فتدري معجبين الجمهور، جت بنيه طق الصوره وياه، فواحد بالخفاء طق له صوره شافه، يعني سوى ما سوى ليش؟ لان محسوبه عليه. صح. اليوم اي تصرف يتصرفه هو محسوب عليه، يعني انت ملك الجمهور اليوم. صح. اليوم الكل تنتظر الزله عليك، انا ليش ما احصل نفسي؟ انا مع احتراماتي لهم، اليوم انا من اكون منضبط بنادي اكون منضبط بالمنتخب. صحيح. اليوم هذا المستوى اللي شفناه، اكثر اللاعبين اللي اشكلنا عليهم اللي هم بناديهم ما جاي يقدمون، فشنو راح اقدم لك؟ انت مثل التمرين، كابتن صفاء يمكن يعرف، مثل التمرين انت تقدم بالتمرين، تسوي الصح بالتمرين، وين راح تنقله؟ للمباراة. هنا انت سوي الصح بناديك حتى ينقل بالمنتخب. اكثر اللاعبين اليوم يعني بصراحه احنا ترى يزعلون عليك، لا خلنا نسميه يعني نهاد، هذا مستواك انت يعني انا اليوم نهاد بصراحه كرار المدافع يسار. والله ما اريد اقسم، انا والله اذكر اسماء انا ما بالبصره عندي. بالثنتين بالليل هم معسكر بالبصره كانوا ويا منتخبنا، بالثنتين طبوا للفندق، انا شوف نبيل اليوم اللاعب بس استحيت اصور، انت اليوم ثنتين بالليل طبوا للفندق.